اليوم أصبح تمويل المنشآت أسهل وأكثر مرونة. أخوي لحظة، وين أسهل؟ فيها إجراءات وروح وتعال مشاوير في أكثر من مكان. هذاك أول. الحين تقدر تقدم على التمويل بخطوات بسيطة من بوابة واحدة، وحتى النماذج. النماذج؟ وما أدراك من النماذج؟ كل جهة نموذج، عبي هذا ووقع هذا ونسيت هذا وناقص هذا. لا لا لا، نموذج واحد تعبيه وترسله لأكثر من 30 جهة في نفس الوقت. أنت متأكد؟ طيب وش سالفة تفتح حساب وعبي بياناتك والاجتماعات اللي ما تخلص؟ ما يحتاج تفتح كل هالحسابات، ادخل على بوابة التمويل من منشآت وقدم على التمويل وبتجيك العروض خلال فترة قصيرة ومن جهات مختلفة، والاجتماعات بعد القبول المبدئي، يعني المكان اللي حاط عينك عليه عشان تتوسع وتتطور وتزيد فريقك كله صار أسهل، لأن مع بوابة التمويل تمويل مشروعك صار أسهل.